لسه مكملين معاكم كلامنا عن السنه الجديده واستقبالنا ليها. وبصراحه انا مش عايزه كلامنا عن راس السنه واحتفالاتها يخلص. بحس ان اول ما شهر 12 كده من احلى الشهور اللي بحبها، تبدا اجواء الكريسماس والزينه والانوار والناس سعيده على بعضها، يعني كلنا بنبقى في حاله كده من السعاده علشان مستنيين سنه جديده، بيبقى عندنا تفاؤل بالسنه الجديده، عايزين نعرف يا رب مخبلنا ايه في السنه الجديده، يا رب 2023 ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. لكن خليني اقول لكم ان انا وانا بقلب كده النهارده على السوشيال ميديا شفت صوره بجد خطفتني، شدت انتباهي. اسره مصريه بسيطه جدا لابسين، بصوا الصوره قد ايه معبره، قد ايه بتدل على حب العيله واللمه والفرحه، عايزين يتبسطوا بابسط الاشياء. يعني شايفه معايا، بصي كلهم في كميه من الهدوء والبساطه والسعاده، يعني بجد صوره ما فيش اي حاجه ممكن توصف البساطه، بساطه امكانياتهم اللي ما منعتهمش من الفرحه واحتفالهم بسنه جديده. يمكن في برضو ناس كتير بتقعد بتبقى ضد الاحتفال اصلا بالسنه الجديده او ضد اعياد معينه، لا وليه وكده، بس انا من وجهه نظري اي حاجه تدخل السعاده على اي حد في أي وقت، إن شاء الله أغنية، إن شاء الله احتفال، إحنا ما بنعملش حاجة غلط، إحنا بنتبسط وبنفرح، بنعزم بعض على أكلة، بنعمل حاجة لذيذة. فأنا شايفة إن احتفالنا بسنة جديدة ده يعني كنوع من التفاؤل يعني.